طلب إحاطة، وهذا الطلب بشأن الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للأدوية المغشوشة. بصوا يا جماعة، الدواء بيمر بمراحل كتير، منها مرحلة طبعا البحث وما إلى ذلك، ثم التصنيع، ومن التصنيع إلى إيه؟ المخازن. طيب السؤال بقى، ايه اللي بيحصل؟ ويا ترى يا هل ترى هنحوكم هذا الموضوع ازاي عشان ابقى ضامن 100% ان مفيش دواء يخش على الصيدليه غير وهو دواء معتمد من الهيئات ومن الرقابه المصريه؟ معانا على التليفون دكتور امل سلامه، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور، ازاي حضرتك يا سياده النائبه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طلب الاحاطه اللي معمول علشان الحكومه يعني تمارس رقابة شديدة صارمة على سوق الدواء، عايز أعرف لاحظت إيه الأول قبل طلب الإحاطة ومن ثم كان هذا الطلب؟ لاحظت يا فندم إن في السوشيال ميديا ومواقع وعلى قنوات معينة إعلانات واهية بتيجي أدوية مش بدون ترخيص، وبيقول لك انا مثلا هخسسك 30 كيلو ويبقى دي معموله ادويه تحت السلم، ملهاش اي ماده من وزاره الصحه ولا حاجه، فلازم يكون هناك تشديد في الرقابه على هذه الادويه ومنعها من السوشيال ميديا، لان دي متاجره بصحه المواطنين وبيصدقوها الناس وبيشتروا يا حرام، ويعني اللي هو متاجره بالصحه. يعني انا مش مستوعبه ان الاعلانات دي لسه موجوده لغايه هنا، لابد ان هي تمنع. وكمان هناك بيان من هيئه الدواء المصريه منشور بتاريخ 19/1/2024 ان هناك 3 ادويه مغشوشه ميجر، ادويه مهمه جدا في سوق الدواء المصري. فطبعا المواطنين اثار قلق كبير بين المواطنين، والادويه دي بتستخدم في علاج العيون والربو الشعبي والمسالك البوليه والاذن الوسطى. فطبعا انا يعني لازم كنت اعمل طلب احاطه واحيط الحكومه ان هي لابد من تشديد الرقابه على الصيادله وعلى المواد الغير مطابقه للمواصفات، دي اساسا ادويه مغشوشه. ف ولازم التصدي والرقابه على مخازن الادويه كمان وحسم القصه من حفظافرها. يعني دلوقتي يعني 3 ادويه فندم، ولازم اعلن عن الناس، ولازم الناس كمان يعني اناشد المواطنين ان هم ما يسمعوش الاعلانات الواهيه اللي جايه من معاهد الصحه اللي بيعملوا الادويه، يعني اللي هي بتبقى جايه من دير السلم، يعني الادويه مش موجوده في مصر. انا بحترم كمان الشركات اللي بتقفل اول ما يكون مفيش مثلا عشان الازمه الماده الفعاله مش هيقدروا يجيبوها، او يقدروا المواد الخام يستوردوها، في مصانع قفلت ادويه احترمها عشان ما بتتاجرش بصحه المواطن الغلبان. ولكن الادويه المغشوشه لابد من التصدي لها ولابد من الرقابه. الادويه المغشوشه دي يا دكتور امل معموله اذا على رايك كده من تحت اللي بنسميها تحت بير السلم، ولا بعضها ايضا مستورد؟ مستورد ممكن يكون بشكل غير قانوني. يعني السلم يا فندم للاسف تحت بير السلم. طيب انا هستاذنك يا دكتور امل، احنا معانا على التليفون دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه في اتحاد الغرف. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ازي الصحه؟ اهلا بحضرتك. طيب وحدك بالصحه والسلامه وسنه سعيده علينا جميعا، وبالمناسبه عيد غطاس وكلنا طيبين. عايز ارجع على الطلب الاحاطه اللي مقدماه سياده النائبه الدكتوره امل، وكنا بنتكلم دكتور امل سلامه، وكنا بنتكلم على مساله انه تم رصد ادويه من اللي معموله تحت بير السلم من شانها انها تهدد صحه بل وحياه المواطن. دكتور امل بتشدد على ضروره احكام الرقابه الصارمه على الأدوية اللي ممكن تكون بتوصل لحد الصيدليات أو بتوصل لأي شكل من أشكال المستهلكين في الحالة دي. تمام، احنا بادئ ذي بدء، احنا بس حابين نوضح حاجة للسادة المشاهدين، انه الدواء المغشوش عالميا موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم موجود دواء مغشوش. منظمة الصحة العالمية الإحصائية اللي قايلاها على مستوى العالم يوجد بما يوازي 10% أدوية مغشوشة على مستوى العالم. في مصر لا يوجد إحصائية واضحة، ولكن لا يوجد رقابة على سوق دواء
على مستوى العالم زي ما هو موجود في مصر. انا بقول لحضرتك وانا مسؤول على الكلام اللي انا بقوله ومستعد اثبت الكلام ده عمليا، قطاع الدواء في مصر في احكام رقابه شديد، مصانع، مخازن، صيدليات، مركزي وعلى مستوى المحافظات في رقابه، في رقابه من هيئه الدواء، في رقابه من جهاز حمايه المستهلك، وفي رقابه من مباحث التموين. يعني اصل التصريح، التصريح قوي يا دكتور، التصريح قوي انه ما فيش حته في العالم عندها احكام في رقابه على الادويه زي مصر. زي مصر يعني، ولا النرويج مثلا، انا بحب النرويج خام او علبه بتتصنع في مصنع جوه مصر الا لما هيئه الدواء عارفه بتصنع امتى وعارفه بيتصنع ازاي ومثبت في مصانع. عندنا 180 مصنع تحت رقابه صارمه في مصر، كل اسبوع المفتش بيروح يحضر افراج او تحليل او تصنيع منتج. وعلى فكره في العالم بره ما بيحصلش الكلام ده، احنا في مصر كده لضبط ايقاع السوق. كون ان في ادويه مغشوشه ده وارد زيها زي اي دوله في العالم. القصه هنا في نهايه الدواء بترصد، واحنا في المستوى الثالث بالنسبه لل WHO منظمه الصحه العالميه، اعلى مستوى مستوى العالم 4، احنا في المستوى الثالث، ولابد والزاما ان احنا نعلن ونقول الادويه المغشوشه علشان سيد الاطباء والصيادله والمواطنين يبقى عندهم وعي. في تعاون كبير ما بين لجنة الموزعين بشعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، احنا تابعين لوزارة التجارة والصناعة، وفي لجنة متخصصة للموزعين. كان في اجتماع مشترك مع هيئة الدواء مع التفتيش، وفي تتبع مسبق لو اي حاجة ظهرت غير مظبوطة في السوق بيتم ابلاغ التفتيش وبيتم التعامل معها. في مضاد حيوي من ضمن المضادات الحيويه اللي تم الاعلان عنها اللجنه اكتشفتها قبل نزولها السوق، وده نوع من انواع التعاون بنحاول ان احنا نقلل اي مشاكل تحصل في السوق. الدواء المغشوش دي ظاهره عالميه، هيئه الدواء يعني ملزمه ان هي تضبط ايقاع السوق فيه. فعادي حضرتك لابد ان في منشور ينزل، ولابد في توعيه، ولابد ان احنا الناس تبقى واخده بالها من الاطباء والصيادله بالنسبه للجزئيه دي. طيب انا هستاذنك، عايزين نسمع برضو دكتور امل سلامه ست النائبه تقول لنا رايك ايه يا دكتور. طيب يا فندم، هو البيان جاي من هيئه الدواء المصريه ومنشور بتاريخ 19/1/2024، فانا احب انبه المواطنين اسماء الادويه المحظوره اللي هي طلعت ان هي مغشوشه. دواء بروزولين اللي هو لعلاج التهابات العين، الدواء وهو الدواء بنتال كومبوزيتنج انهيلر، وهو علاج مخصوص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير مخصص للاطفال. الدواء الثالث يا فندم دواء سوبر اكس 100 ملي جرام. طب اذا سمحتي لي اقطع حضرتك ست النائب، ده معناه انه كده في رقابه، يعني ده معناه انه الهيئه اذا كانت هي اللي نشرت المنشور ده. في حاجات ثانيه يا فندم بتوصل للمواطنين مش عن طريق صيدليات، كمان عن طريق السوشيال ميديا والاعلانات والمواقع اللي هي الغير مرخصه، الادويه غير مرخصه، ويطلعوا يخلوا ناس غلبانه تقول انا مفاصلي بقت كويسه وطلعت كويسه بالدهان مش عارفه فلان الايه مش عارفه ايه. احنا عايزين نمنع المتاجرة بصحة المواطنين عن طريق الإعلانات والأدوية المغشوشة. يعني الإعلانات اللي بتطلع على بعض القنوات اللي احنا برضو بنسميها قنوات تحت السلم وصفحات التواصل الاجتماعي. طب هستأذنك دكتور أمل نعود في النقطة دي أيضا لدكتور علي عوف، تفضل يا فندم. أولا أنا بشكر دكتور أمل على الملحوظة المهمة جدا دي، وفعلا فعلا صفحات التواصل الاجتماعي دي الناس بتتشد وبتشتري اونلاين سواء مكملات غذائيه او مستحضرات تجميل او ادويه وبخصومات وكده. الكلام ده كله يعني بتبقى حاجات مجهوله المصدر ومعموله تحت بير سلم ونصب، وبتؤدي الى مشاكل صحيه. في منها مثلا حد كان استخدم حاجه لكريم للشعر
لتقويه الشعر سقط الشعر خلاص. في حاجات بتاثر على المخ على القلب على الكلى، فاحنا بنحذر الساده المواطنين من التعامل مع الفيسبوك ومع الشراء الاونلاين، لابد من التعامل مع المؤسسات الاستئذانيه المرخصه تحت رقابه الدوله. طب هل في آلية يا دكتور ان احنا نقدر نتتبع بها الصفحات دي ونجيب القائمين عليها وبالتالي يعني ينالوا جزاؤهم العادل امام المحاكم المصريه؟ انا يعني حستأذن حضرتك تعمل حاله مخصوص وتدعو فيها هيئه الدواء وجهاز حمايه المستهلك ومباحث التموين ومباحث الانترنت، هتلاقي حضرتك هذه الجهات عندها تتبع وفي عمل مشترك بينهم لضبط هذه المواقع. حضرتك تعمل حلقه الناس تقول بالظبط هي بتعمل ايه وتوعي الناس وكيفيه رصد هذه الاماكن. عظيم جدا، انا بشكرك جدا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه في اتحاد الغرف التجاريه، ايضا اشكرك جدا دكتور امل سلامه عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب المصري.